عباره عن طحينه وزيت زيتون، خل، بيضه، كمون، ملح وفلفل، وميه، وجبنه تشيدر لو انتوا حابين، لو مش حابين مفيش مشكله. بصوا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم النظام، نظام الكيتو بأقل الامكانيات الماديه، عشان هو فعلا نظام مكلف شويه. فانا النهارده مثلا البانكيك ده انا شايفاه ان هو مش مكلف خالص، الطحينه والزيت الزيتون حتى هنستخدم حاجه بسيطه قوي منه، البيضه دي حاجات موجوده كلها عندنا، الجبنه التشيدر دي اختياري، حابين تحطوها تمام، مش حابين مفيش مشكله. وكان كذا حد سألني تاني ايه الحاجات اللي موجوده في نظام الكيتو وايه الممنوعات. ان شاء الله وانا في الحلقه كده هقول لكم ايه الممنوع وايه المسموح، ومن يوم الاربع هكتب لكم كده ورقه انزلها عندكم على الشاشه اقول لكم ايه الحاجات اللي مسموح بيها. وكمان بكره باذن الله هيتعرض اول حلقه من حلقات نظام الكيتو اللي انا كنت عاملاها الاسبوع اللي فات، عشان كذا حد كان سالني قول لنا تاني النظام عباره عن ايه. وحاجه كمان بقى واخيره، من يوم الاربع هنحاول نعمل مع بعض او نبتدي مع بعض نظام الكيتو لمده 28 يوم عشان نشوف هنخس قد ايه. هو النظام احسن حاجه ان احنا يبقى 28 يوم متواصل، عشان المفروض ان شاء الله 28 يوم ده من 8 كيلو ل 12 كيلو بنخس فيه، وممكن بعد 28 يوم ان احنا نكسر كده يوم ونكمل تاني، ممكن بعد كده بقى لما نكمل نكمل اسبوع في اسبوع. طيب اول وصفه بقى معانا النهارده وصفه البانكيك، هنبتدي بقى نعملها مع بعض. خلاص نقلبها كده ونحط عليها بقى الكمون، دي وصفة ظريفة جدا جدا للبانكيك، وتنفع حادق وتنفع حلو، بس انا النهاردة هعملها لكم حادق عشان احنا النهاردة قلنا هنعمل وصفات للفطار. كذا حد قال لي احنا مش بنبقى عارفين نفطر ايه، والوصفة دي بقى ممكن نعمل منها كمية ونحطها في التلاجة، بحيث ان ايه مش كل يوم الصبح نعمل عيش او نعمل بانكيك، يعني الجبنة واللانشون والبيض هيبقوا جاهزين. فممكن مثلا يوم الجمعة أو السبت في الويك اند نحضر حاجة الأسبوع عشان تبقى جاهزة، نعمل نوع خبز أو نوع عيش يعني ونوع من البانكيك. ماشي، نقلب كده ملح وفلفل وطحينة ومية أهو، ممكن تحطوا فيها توم، بودرة توم، يعني النكهات اللي تعجبكم، احنا عندنا كل السبايسز افيلبل معانا، فدي حاجة بتبقى حلوة جدا. نحط بقى معلقة الخل أهو معانا، سماح، سماح، نحط نقطتين زيت زيتون ما نكترش، احنا زيت الزيتون بس عايزين نحطه عشان يخليه ناعم وكريمي. طيب بصوا انا دهنت بس الطاسة بزيت زيتون، اهم حاجة الطاسة ما تبقاش الحاجة بتلزق فيها، العجينه تلزق فيها عشان ايه تدينا ايه نتيجه تمام. بصوا انا دي عاملاها يعني حطها في التلاجة عشان تبقى احلى، خلاص فانا هستخدم اللي انا عاملاها. خلاص اهو ونسيبها كده